أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتعلم طريقة صنع هاي البردقانة، إن شاء الله تعجبكم. فيكم تحطوها مغناطيس على الوال البراد، وتحطوها بصحن مع باقي الفواكه اللي عملناهم. يلا نبدأ. رح نحتاج خيط أخضر، خيط برتقالي، وإبرة كروشيه مقاس 4، علامة الغرز ومقص. أول شي إذا عندك الخيط رفيع مثلي رح تعمليه على طبقتين، إذا عندك يا سميك بتعمليه على طبقة واحدة. هلأ رح نعمل أول شي الدائرة السحرية، رح نعمل فيها 6 غرز حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هلا رح نشد الخيط. هلا لازم نقفل بمنزلقة. أول غرزة حشو عملناها رح نعد بالعكس عشان نعرف أنا أول غرزة. 1 2 3 4 5 6 بهاي. هلأ قبل ما نكملها بالمنزلقة رح نغير اللون. وعندي البرتقالي رفيع كمان عملته على طبقتين. رح نعمل منزلقة باللون البرتقالي. هلا رح نقص الخيط الأخضر. هلا رح نبدأ بالصف الثاني، رح نعمله كمان 6 غرز من غير تزايد. نحن نحاول نخفي الخيطان أثناء الشغل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هلا رح نقص الخيطان عشان ما نتلبك فيه. رح نعمل السادسة. رح نقلب الشغل نظبطه. هلا رح نبلش بالصف السادس الثالث. رح نعمله كله تزايد. رح نبلش بالصف، رح نبلش طبعا من عند اللون البرتقالي. هي وحدة. هلا رح نحط العلامة. نفس الغرزة رح نعمل تنتين.
هلا بالغرزة اللي بعدها رح نعمل 3 و4، 3 4، هلا باللي بعدها 5 و6، 5 6، رح تكمل الصف نفس الطريقة. خلصت الصف، صار عنا 12 غرزة. هلا رح بلش بالصف الرابع، رح نعمله بعد كل غرزة حشو غرزة تزايد. هاي 1، هلا اللي بعدها تزايد، 2 و3 بنفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها رح نعملها الرابعة، الغرزة اللي بعدها التزايد، 5 6، رح تكملوا الصف بنفس الطريقة، رح كمله وارجع لكم. خلصت الصف، صار عنا 18 غرزة. هلا رح نبدأ بالصف الخامس، رح نعمله بعد كل غرزتين حشو غرزة تزايد. هي 1، هلا رح نرجع العلامة. اثنين، هلا التزايد، 3 4، 5 6، هلا باللي بعدها التزايد، 7 و8. رح تكمل الصف بنفس الطريقة. خلصت الصف، صار عنا 24 غرزة. هلا رح أبلش بالدور السادس، رح نعمل الدور السادس بعد كل 3 غرز حشو غرزة تزايد. هاي 1، اثنين، 3، هلأ التزايد، 4، 5. ستة، 7، 8. هلأ التزايد، 9 و10، نفس الغرزة، 9 10. رح تكمل الصف بنفس الطريقة. خلصت الصف، صار عنا 30 غرزة. هلا رح بلش بالصف السابع، الصف السابع رح نساويه من غير تزايد، رح يضل العدد 30 غرزة. 1، 2، 3، 4، 5. رح تعملوا الصف من غير تزايد، رح كامله وارجع لكم. خلصت الصف، هلا رح نبلش بالصف السابع، عفوا الثامن، نعمله بعد كل 4 غرز حشو غرزة تزايد. 1، هلا رح نرجع العلامة. 2، 3،
أربعة. هلأ تزايد. خمسة، ستة. رح تكمل الصف بنفس الطريقة، بعد كل 4 غرز حشو غرزة تزايد. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف، صار عندنا 36 غرزة. هلأ رح نعمل صفين من غير تزايد، رح يضل العدد 36 غرزة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. رح أعمل الصفين وأرجع لكم. خلصت الصفين اللي هن 9 والعاشر. لا رح نبلش بالصف 11، رح نعمله بعد كل 5 غرز حشو غرزة تزايد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هلأ التزايد. ستة وسبعة. رح تكمل الصف كله بنفس الطريقة، بعد كل 5 غرز حشو غرزة تزايد. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف، صار عنا 42 غرزة. هلأ رح نعمل صفين من غير تزايد، رح يضل العدد 42. واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة. رح أعمل الصفين وأرجع لكم. خلصت الصفين اللي هن 12 و13، ضل العدد 42. هلأ رح نبلش بالصف 14، رح نعمل بعد كل 5 غرز، بعد كل 5 غرز حشو غرزة تناقص. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هلا التناقص. سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11. هلا التناقص. رح تكمل الصف بنفس الطريقة. خلصت الصف، صار عندنا 36 غرزة. هلا رح نبلش بالصف 16، رح نعمله بعد كل 4 غرز حشو غرزة تناقص. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هلا التناقص. حنرد نعد.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هلأ التناقص. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف، صار عنا 30 غرزة. هلأ رح نبلش بالصف اللي بعده، رح نعمله من غير تناقص. رح يضل العدد 30 غرزة. واحد، اثنين، ثلاثة. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف، هلا رح نبلش بالصف 18. رح نعمله بعد كل 3 غرز حشو وغرزة تناقص. واحد، اثنين، ثلاثة. هلأ تناقص. رح تكمل الصف بنفس الطريقة، بعد كل 3 غرز حشو وغرزة تناقص. رح كمله وارجع لكم. خلصت الصف، صار عنا 24 غرزة. هلأ رح نبدأ بالصف 19. رح نعمله بعد كل غرزتين حشو وغرزة تناقص. واحد، اثنين، هلأ تناقص. هلأ تناقص، خربطت وعملت غرزة عادية. هلأ رح نتناقص بعد كل غرزتين تناقص. واحد، اثنين، هلأ تناقص. رح تكمل الصف بنفس الطريقة. خلصت الصف 19 وصار عنا 18 غرزة. هلأ رح نحشي البردقانة، أنا حشيتها وخلصت. هلأ رح نعمل الصف 20، بعد كل غرزة حشو عادية غرزة تناقص. واحد، هلأ التناقص. راح نحاول نشد ايدنا مشان ما يطلع فراغات. هلأ باللي بعده غرزة عادية. هلأ التناقص. رح تكمل الصف بنفس الطريقة، رح كمله وارجع لكم. خلصت الصف وصار عنا 12 غرزة. هلأ رح نعمل الصف الأخير كله تناقص، رح يرجع العدد عنا 6 غراز. هون رح نشد ايدنا عشان ما يطلع فراغات. واحد، اثنين. رح كمل الصف وارجع لكم. خلصت الصف وشديت الخيط من السنارة. هلا رح نضيق الفراغ.
هيك بنكون سكرنا الفتحة. رح أخفي الخيط وأرجع لكم. هلأ رح نعمل ورقة الشجر، رح نعمل الخيط على طبقتين. إذا خيطكم سميك اعملوه على طبقة واحدة. أول شي رح نعمل عقدة البداية، هلأ رح نعمل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلأ رح نعمل بأول غرزة، تاني غرزة من بعد السنارة رح نعمل منزلقة. رح نعمل بتاني غرزة غرزة حشو. رح نعمل بالغرزة الثالثة غرزة النص عمود. رح نعمل بالغرزة الرابعة غرزة العمود بلفة. رح نعملها مرتين، هاي واحد. هلا بالغرزة الخامسة كمان رح نعمل عمود بلفة. هلا بالغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة النص عمود. بالغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة حشو عادية. هلا بالغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة منزلقة. هلا رح نعمل سلسلة، نلف الشغل. رح نعمل بأول غرزة غرزة منزلقة. هاي منزلقة. نعمل بالغرزة اللي بعدها غرزة حشو. هنحاول نخفي هذا الخيط أثناء الشغل. هلا الغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة النص عمود. هلا الغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة العمود بلفة مرتين. واحد. هلا بالغرزة اللي بعدها نفس الشي رح نعمل غرزة العمود بلفة. هلا رح نعمل غرزة النص عمود. هلا الغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة حشو عادية. هلا بالغرزة الأخيرة رح نعمل غرزة منزلقة. هلا رح نقص الخيط، رح نطب شوي مشان نخيطه بالبردقانة. هلا مشان ما يطلع هيك شكله، عشان نخلي الخيط يطلع من هون رح نفوت السنارة هون ونسحب الخيط. عشان نخلي البداية من هون، عشان وقتها بدنا نوصلها بالبردقانة. ورح نخفي هذا الخيط الصغير، رح اخفيه وارجع لكم. هلا قبل ما نخيط الورقة بالبردقانة رح نعمل مثل عرموشة صغيرة، رح
نعمل عقدة البداية، راح نعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، راح نسحب الخيط، راح نخفي هذا الخيط الصغير فيهم في قلب الغراز، راح اخفيه وارجع لكم. اول شي راح نحط طلعة رموشة فوق، فوتها من النص، نشد الخيط، نشده شوي مشان ما تنشد كتير، هلا راح نخفي الخيط ونقصه، راح اخفيه وارجع لكم. هلا راح نركب ورقة الشجر، راح نركبها بنفس الطريقة تبع العرموشة، نفوتها بالنص، نطلعها من تحت، هلا رح نخفي الخيط ونقصه، رح اخفيه وارجع لكم. وهيك بتكون خلصت البردقانة، ان شاء الله تعجبكم. للمزيد اشتركوا بالقناة ودعمونا بلايك.